نظم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية المؤتمر السنوي التاسع للتعليم الذي حمل شعار تعليم متطور لعالم متغير، استراتيجية التعليم لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث شارك سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم في المؤتمر الذي حضره معالي السيد حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم الإماراتي والدكتور جمال سند السويدي مدير عام المركز وعدد من المسؤولين والأكاديميين والباحثين. عرض وزير التربية والتعليم سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي خلال المؤتمر السنوي التاسع للتعليم حمل شعار تعليم متطور لعالم متغير استراتيجية التعليم لدولة الإمارات العربية المتحدة، عرض ورقة تناول فيها عددا من المحاور المتعلقة بالتعليم، حيث ألقى الضوء على التحديات التي تواجه التعليم في عصرنا الحالي وكيفية مواجهتها، مؤكدا أهمية العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة، ومن أهمها الهدف الرابع المتعلق بضمان التعليم الجيد المنصف الجامع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع وانعكاس التعليم على تنمية المجتمع في مختلف المجالات، بالإضافة إلى التغييرات التي ستحدثها الثورة الصناعية الرابعة وخصوصا في مجال التعليم والكفايات المطلوبة في ضوء التأثيرات الكبيرة لتكنولوجيا المعلومات في الوظائف في المستقبل القريب أو البعيد. قدمت ورقة فيما يتعلق بالتعليم ومتطلباته على الصعيد العالم وأيضا تأثير التنمية وانعكاسه في نفس الوقت على كافة المجالات بما في ذلك ما سيشهده العالم من الثورة الصناعية الرابعة، وهو مصطلح يستخدم بشكل كبير في على الصعيد العالمي وتأثير ذلك على التعليم. وأشرت أيضا إلى ما شهده التعليم في مملكة البحرين من دعم وازدهار بفضل التوجيهات الكريمة لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد مفدى حفظه الله ورعاه، وما تم تحقيقه على صعيد المعلم والكتاب وأيضا النظام التعليمي سواء على صعيد التعليم أو التعليم العالي. خلال التجارب التي عرضت بيّنت كيف استطاع التعليم أن يغير كثير من المجتمعات. كما عرض الوزير عددا من التجارب الدولية في تطوير التعليم واستعرض أهم ملامح استراتيجية التعليم واستراتيجية التعليم العالي في مملكة البحرين والمشاريع التطويرية التي نفذتها الوزارة في إطار هاتين الاستراتيجيتين، والتي أدت إلى حصول المملكة على مراكز متقدمة في التقارير الدولية الخاصة بالتعليم. صراحة سعدنا بكلمة معالي الوزير الدكتور ماجد النعيمي، الكلمة كانت رائعة ومشرفة وأيضا أعطانا إلهام كبير على التشجيع والتحفيز بالنسبة للتعليم ككل، وسعدنا كثيرا بالنتائج الباهرة التي تحدث عنها عن التقدم اللي صار في مملكة البحرين الشقيقة بالتركيز على نوعية التعليم وأيضا الاهتمام بالانتماء الوطني والمواطنة والشخصية الأخلاقية. وهناك كثير من المبادرات التي تحدث عنها هي مبادرات ملهمة ممكن كلنا نستفيد منها ونتعلم منها ونأخذ نفس الخطأ. إلى ذلك أكد الوزير على أهمية الحفاظ على الهوية الوطنية في ظل العصر التكنولوجي، مشيرا إلى تجربة المدارس المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان في مملكة البحرين والتي ساهمت في انخفاض المخالفات السلوكية في صفوف الطلاب وتحسن الأداء العام للمدارس المشاركة في المشروع وبخاصة في مجال النمو الشخصي للطلبة.